Hello guys, Among Us مع مليون شاب. هاي هاي هلا والله هلا حبي. هاي اللعبة شوي مختلفة. في فريق الامبوستر في شيء اسمه فامباير، مصاص دماء، وقدرته انه بيقدر يعض اي شخص ويخليه يموت بعد بالضبط 10 ثواني بدون اي اثر. يعني ممكن تكون ماشي جنب حدا فجأة تلاقيه مات، تخيلوا كمية الشك اللي حتكون موجودة. بس نقطة ضعف الفامباير هي التومة، فعليا ممكن ترمي تومة وتوقف قدراته الخارقة هاي. على الجهة الثانية في فريق المواطنين الصالحين في شيء اسمه الشرف، والشرف شخص عنده مسدس ممكن يقتل فيه الامبوستر، بس المشكلة اذا بالغلط طخ حدا مش امبوستر هو اللي بيموت. تن تن تن. واذا ما فهمت يعني احضر وهلا حتفهم. بس قبل ما نكمل الحلقة لازم احكي لكم اني انا حزين. قلبي مكسور، مش قادر اصدق انه في بعض منكم لسه ما بيعرف عن ريزر جولد. شو احمد، ايش هو ريزر جولد؟ ريزر جولد هي محفظة الكترونية صديقي، تستخدمها عشان تشتري العاب او تشتري ايتمز جوا العاب او تشتري اشتراكات في مواقع زي نتفليكس وهولو. الى طلعوا كمية الشغلات الموجودة. الله، كل هاد. والحلو انك لما تستخدم ريزر جولد تكسب اشي اسمه ريزر سيلفر، وهي عملة بتستخدمها عشان تاخد جوائز. ممكن تكون اشياء جوا الالعاب او حتى ماوس او كيبورد ريزر وببلاش. كان اشي حلو انه ريزر جولد بيعمل تعاونات مع شركات الالعاب عشان انت تحصل شغلات زيادة لما تستخدم عملتهم، زي حاليا في عروض مع جنشن امباكت وببجي موبايل، وهذا غير العروض التانية الشغالة. واذا انت جديد وما عندك محفظة ريزر جولد، روح اعمل محفظة هلا واستخدم الكود تبعي على اول عملية شراء عشان تاخد 20% كاش باك، يعني 20% من فلوسك ترجع لك. بس لازم تكون شاري اشي اغلى من 10 دولار عشان يطبق الاشي يعني. والكود بس حيزبط ل200 شخص، بس تعجل 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 عشان تستخدمه. وبس، شكرا كثير ريزر جولد، وروحوا كملوا الحلقة. اوكي جايز، يلا نبلش. ها؟ ايه شرف، شو سوي؟ لازم اطخ الامبوستر. اوكي، انا مواطن صالح كروميت، بس هذا اشي موتر لي، لو في واحد غبي حيكون بقدر يطخ. طب بقدر ارمي توم، استنى بس واحدة. شباب، حرفيا دخلت لقيت احمد والديد بودي بنفس الغرفه. لا 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 لا، انا كنت لاحق احمد. وين كنتوا؟ انا كنت لاحق احمد. احمد دخلنا انا واحمد، لقينا طحان وجنبه 200. يسعد دينك. لك احمد كان معي بالغرفه. اخوان طحان يا طحان يا زباله. طحان، انا ما عارف احكي لكم طحان يا اخي، انا مسبره التاريخ. ولك يا غبي، احمد كان معي بالغرفه. خسرنا غبي يا زلمة، وش انك مبصر معفن يا زلمة غبي. ما عندي شيء اصلا لسه، اقسم بالله انه غبي. اوكي، واضح الحدا اللي فامباير الضايل انه بيعرف يلعب لانه طفى الاضواء. مين طفى الضوء؟ مين هذا؟ اوف، هذا كل الاردن بتسوي بالضوء. أساس تركتهم لحالهم. مين؟ مين؟ خرب بيتكم إذا واحد بس ما ضلش حد يستحي في هالبلد. يا إخوان يا إخوان يا إخوان يا إخوان، أحمد. أنا نسيت مين كان معي بالغرفة. مين كان في الإلكتريك معي؟ مين فايز؟ فايز كنت في الإلكتريك؟ انا صلحت فايز يا جماعه، فايز امبوستر، تمام. ماي جاد يا اخوان، اسمعوا، احمد كان عنده الضوء، تمام، نزل تحت سكر الباب ودخل اختلف فيا انا ولوي. انا مو لازم اوقف الباب عشان اسكره، بس انا رجعت لقيت لوي ميت، واحنا التلاتة مع ثلاثه بعشرين بنفس الغرفه. يعني يا ريت انت كتبته، فانت اللي كتبته، انا ما كتبته. احمد فايز اسكت شوي. ابو شعله، شو رايك؟ مش عارف، انا كنت بصلح في الضوء والشاشه كبيره كانت. اطلع، هذا تحسه صنايعي من البيادر. شو اللي بصلح في الضوء الكبير؟ استنى شوي. انا كنت فاتح بصلح بالضوء، فجاه واحد صار يكبس معي كبسات. اخوان احمد والله صرت اشك بابو شعله، حاسه كثير عامل حاله بريء زياده.
ليش ابو شعلة؟ ابو شعلة ابو شعلة كيف؟ نو كيف؟ ابو شعلة كان؟ كيف؟ استنى احمد انت مش امباسدر؟ استنى شوي ايش صار؟ وات ذا ايش؟ كيف هيك سنة؟ يا اخوان احمد قتل لوي انا ما بعرف شو صار اسمع انا ما بعرف شو صار ابو شعلة لانه الفامباير قتل توب بعد 10 ثواني الفامباير الفامباير بعض واحد بعدين بموت بعد 10 ثواني فانا فكرته فايز لانه كان جنبه بس طلع الله اكبر شو هالجيم المجنونة جيم هاي عقل فوق اوكي واحد رجع الحياة الطبيعية انا من التاسكات السريع عشان نفوز طحان حاطط جناحات على اساس انه ملاك صار عاقبته المراقبه انا حاسس بهذا ما بعرف اصلا اني في قبل مراقبه فانا استغل الفرصه اراقبهم واقضي على الاعداء اوكي عمر ماشي طحان فوق طحان نزل تحت كثير في ناس في اللعبه مش قادر الحق مش تحول الحصان مش تحول الحصان وات كيف ايش شو صار يا اخوان ماشي تحول لحصان ايش فيه ماشي تحول لحصان اخوي انا قاعد بالالكتركل ماشي بكيف تتحول لحصان خلاص ممكن كل يسمعني ممنوع اي حد يتحول لحصان اوكي ماشي اطلع برا اللعبه لا سمحتوا شباب قانون في اللعبه كيف تحول لحصان شو استفدت لما صرت حصان ليش ما صوتت عليه؟ يعني تحول لحصان ما كان يعني شو عامل هو؟ كيف يعني تحول لحصان؟ ما بعرف تعالوا تعالوا كلكم احضروني احضروني كيف راح تحول لحصان يا حبيبي ما حتك بس كبسة تحول لحصان هسه اكيد يعني فيش تحول لوي 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 الله هذا الزلمة يوسخ اين بلحق فيك بلحق فيك بدي اشوفك تحول لحصان انا متاكد اني شفت ماشي تحول لحصان يا اخي كيف؟ ايش فيك؟ صحابة حلوي مهدي وصلنا اشهد مين قتله مين قتله هو طلع مش بفوستر قتلت حالي شكله طحان يا جماعه انا شاك في طحان من اول اللعبه فايز كيف لحقتي اوكي هسه اللي حيشوف الجثه هسه فكروه قتله اخواني 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 اخوان ركزوا معي ركزوا انا وفايز وطحان عم بنلفلف حوالين بعض عم نتمشى مع بعض نلقي لوي حوالين جايز ممكن احكي شغله؟ ايش؟ ايوه تفضل انا على الكاميرات قاعد براقب حلو شفت أوكي. عمر يسقط الى موته وجنبه ماش يا اخي ماش تحول لحصان شو بدك اكثر من هيك استنى يا ماش اول اشي تتحول لحصان بعدين بتعض عمر ايش فيه عن جد هسا ماش ما قتله انا ما شفت ماش بقتله بس ماش مات جنبه عمر وما عمل شيء فانا حاسس ماش مافيا في حدا حول شخصيتي في حدا حول شخصيتي معناته ما حد يحول ما في تحول او ماي جاد ايه كيف مهدي يا جماعه مهدي 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 زباله لا لا ما اخترع اشي زي هيك تحولت لحصان تحولت لحصان حاس موضوع اني براقب على الفاضي مش قادر افهم اشي اصلا بالحالتين اه ليبي طحان دخل علي حيقتلني ما قتلني اوكي قتلني ينعم هو عضني يمكن عضني وراح والله بجوز احمد حقير بعملها خصوصا انه هلا ما قتل حاله
يا اخوان فايز تحركاته مش عاجبتني. مين اللي بيحكي قاعد؟ مين اللي بيحكي؟ اسمع 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 مش طبيعي فايز حركاته. اتوقع فايز مر من جنبي. ابو شعلي كذاب. اسمع اسكت يا زلمه اسكت. صار لك ساعه بتلحق فيي لما انزل. يا اخوان استنى انا فهمت ابو شعلي ايش قاعد بيعمل. استنى مهدي ابو شعلي كذاب. ابو شعلي يا اخوان ابو شعلي بس ماشي وقاعد بيعبي الدنيا تومه تقول متعشي شهور ما اسمع عليه. ابو شعلي هو اللي قاعد بقتل فينا واحد واحد. انا طول الوقت ماشي ورا طحان ما في شيء. خلص يا اخوان ابو شعلي صدقني. انا ابو شعلي يا شباب. انا ماما طول عمرها بتحكي لي انت مرزوق يا ابني. يا الله ابو شعلي. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. طحان يا حقير. مش بتحول لحصان. ماشي بتحول لحصان. اذا والله ما بعرف كيف تحولت لحصان. اوه ليتس جو احمد. اوكي انا فم. اوف في واحد مغير في اسمي. انا فم. مين الحلق اللي عندك؟ احمد خربط الحمار. الله يخزيك. تعال نعمل ميتنج. ايش في يا ساتر احمد يا ساتر. مين الفامباير؟ مين الفامباير؟ يا الله احمد كلنا سمعناك. في حدا؟ انا فم. لا ما هو هاي اشوف جربينا جربينا. استنى شوي يا جماعه. انا مش فامباير. ليش انا مش فامباير؟ انت امبوستر. تقتلوني طلعوني عادي. شو انه بروح يكذب يا زلمه. راقبوني عادي راقبوني بكل بساطه. شو اسمع خلي شك على احمد. يلا 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 انا بقول سكيب. احمد عليك نقطه صودا. الشك لا يبطل اليقين. حد يضل معاه يا اخوان. ليش ما صوت احمد؟ حرفيا حكى انا فامباير. لا ما حكيت. مطلع امبارح حكيت بالغلط سقط في المايك. بعرف ناس بتموت بالكتك من عاد بس يلا حبي بنزين بالاول. الله حكيت وحياة الله حكيت انا ما هيك راح يقتلني. اوه شيت. يا جماعة والله ما اعرف شو اعمل. انا كشفت حالي من اولها. طلع عمر الحيوان قتلني. عمر الحيوان قتلني. قتلت احمد يا اخوان. اه في واحد شباب طحان. سنه يمكن الشرف طخ احمد. انا كنت رايح على الابر انجن محل ما عملت ريبورت للبادي وكان في حدا. انا 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 عشان الشرف. شباب انا صراحه شاك بعمر. انا شاك بعمر اخوان. انا شاك انا عمر. انا مش شاك فيه. انا مش شاك فيه. لا 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 مش عليه. لا لا احكي لك عمر دفع الخير. انت القذفت ليش هيك؟ هو قتل اخوه. قتل اخوه عشان يخلص منه باللعبه. فايز او مش عمر يخلص من اخوي. وش طلع عمر؟ بقول لكم شرف. انا شرف انا شرف. طب خلص بنطلع. شكله فايز شكله فايز. لا يا زلمه هي وزن. ها شفت؟ اه لا استنى احا. شباب صراحة انا شاكي بمهدي. والله طحان شكله حاب يموت صراحة يعني. انا شاكي بمهدي لانه ضل ساكت. ابو شل ليه لحقني هيك؟ او ماي جاد ابو شل هو الامباسدور. ابو شل مش عم بعمل في تاسكات. كي بس اشوف اي حد. اي تسكاتك يا ابو شعلة. انا اسف. يا الله فايز شافني. فايز شافني فايز شافني فايز شافني. مسك. يي يي. استنى ايش خليني اشرح. خليني اقول ايش فايز. اوكي ان شاء الله يطلع فايز. انا صراحه شاك فايز. انا شاك فايز والله. مهدي لعيب مسخ. طحان اخوي خلص له يا معلم. يا اخي غلط غلط.
شباب احقركم طحان شباب اذا انا متت فايز اوكي انا او ماي جاد حتشوفه لوي حتشوفه انه مش انا ترى حنخسر كلنا فيش اكسجين اوكي طحان حمار فخليه عايش سنة تضلني مع لوي عشان يقتلني عشان اثبت لهم مش مشكله انا بضحي في حالي عشان الناس طحان كان يحكي طول الجيم انه هيلحقني بعدين بطشك فيه خلص نسي اني انا موجود بالحياه اذا من لوي والله لوي يا لوي يا فايز يلا خلصوني حد يقتلني بسرعه اخوان لوي هو الحرامي وين وين بدي اروح عند مهدي اشوف مهدي شو بده يعمل كيف مهدي حيقتل وينهم والله خرب الكهرباء انعن ما فايز يا لوي مهدي يا شريكي الامبوستر ايوه هذا لحاله هل حيقتل مهدي مش حد راح الكهرباء لهلا شو الخبر باي باي فايز او ماي جاد مين خزر او ماي جاد لا طحان جاي طحان جاي يمكن يشكوا فيه شباب اعتقد واضحه كثير هلا شو هي واضح لوي طحان 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 اغبى بني ادم بالعالم طب طحان وين كنت كنت بالكتريك كنت بدي اصلح الكهرباء يخرب بيتك يا مهدي ما احقرك لوي وين كنت انت يلا مقذره لوي غرفة الكهرباء انا رايح اصلح الكهرباء طب ما شفت طحان شفت طحان فوق انا كنت رايح عند الكهرباء وشفت طحان فوق بقذروا اخبي يا خلو اخبي يا خلو يا حمار يا حمار وراك مش انا يا خبيب يا زلمة بحدي طلع فازو فازو او ماي جاد يا حمار يا زلمة ما اضطريت اعمل اشي ما اضطريت اعمل اشي قتلت لكم احمد بتطلعوني مش شرف تصيري طحان مش غيره بيحكي الشرف فايز طلعوا عمر ورا طحان فوزن الجيم صراحة اوكي صار بدل 2 امبوستر 1 امبوستر هو الفامباير غيرنا شوي باللعبة عشان تصير اللعبة اصعب انا الشرف خلاص انا حضلني جنب فايز هيو يا زاب في ناس بتحاول احصنة مين يا ترى يا الله بغض اطخ حدا بس يا اخي مش عارف وين فايز يي يي والله اني عارف ماش شو هسا كنت مع طحان هسا كنت معه شفت فايز ماشي كذاب يا اخوان انا ما سولفتش ولا اي شيء تحكي له كذاب خلو زلمه يحكي خلو زلمه يا اخوان طلعت من الكت الكلب تمام لقيت طحان ميت جنبه مين فايز عم بشتغل على التانك بس مش فايز انه فايز انه قتله كان هرب اسمعوا اظن اسمع ردوا علي نظريه طحان شرف كان مشاكب فايز قتل حاله بالغلط عمر لا اسمع عمر انا باكد لك عمر ركز انا باكد لك 100% طحان مش شرف طلعوا فايز لا يا زلمه مش انا طحمار ولك مش انا غلط طلع مش هو ساشا مين حقتل اسا عمر لا اكيد مهدي ممكن ابو شعلم في احتمال اكبر هطخ واحد منهم انا حاسس ابو شعلم حيحاول يقتل عشان الشرف ثلاثة اثنين واحد الى اللقاء قتلته على الشرف ركز قتلته كيف عرفت حسيت كنان حسيت يا زلمة اذا انت احساسك يا زلمة لانه انا متت فحس لاني انا متت فحس يلا ماشي نفسي اطلع امبوستر يا اخي
حاسط حال مافيا، حاسط حال ال... اقتله اقتله وخلص العالم منه. اوه خلص التاسكات بشكل لذيذ. احمد شو قاعد بيعمل؟ احمد ليش هيك بتصرف؟ اوه ماي واو، اللبسه تبعت مهدي رهيبه، بس الاختلاف الوحيد انه هون في عقل. ايش احمد قاعد بيعمل؟ ايش في؟ ما لحقناش نلعب، ما لحقناش نلعب. مين لحقك؟ مين لحقك شباب؟ ليش جماعه ابو الرب لحقوا فيي؟ احمد ما عمل ولا تاسك، بس قاعد بتطلع علي بعيني بتطلع. وانت شايف. انت كمان ما عملت ولا تاسك بس واقف. والله بيجي فيها. طلع طحان، طلع طحان، طلع طحان. يا حيوانات مش خليك هذا مزعج. طلعوا ما حد طلع، ما حد طلع. وات ليش؟ عشان مش كل حد صور. 4-4 اطلع على الالكتريكال. يا الله مين الكندره؟ لازم انقذ اللعبة. او ماي جاد. يا اخوان في واحد ميت. وين؟ كنت انا قاعد بسوي بيساك كهرباء، وبعدين انزلت اسوي السلك الثاني لقيت ماش ميت. طب مين قتله؟ انا بقول مهدي. اسمع انا ما بتعرفوا ليش انا شاكل مهدي يا جماعة؟ لا. طب احكي ليش؟ كان ماشي جنب ماش في الكاميرات. انا حصوت على مهدي. عشنا نرى يوم ثاني. انا همشي جنب طحان عشان يخاف. مهدي حل عني. ليه طحان ضل طحان عشان ايش؟ المره ما بقدر هيك فيها تبلحقني. في اربع بعده عني. ليكم بالعافيه بعده عني. ليكم بالعافيه شباب، ركزوا على البوستر مش علي. ليش الكل مركز علي؟ مش فاهم شو عملت انا. فايز مات. فايز. او ماي جاد. فايز. او ماي جاد. او ماي جاد. احمد تاكدت مني؟ احمد تاكدت مني. تاكدت. خلوني احكي عشان عملت ريبورت. مهد فايز كان ماشي لعند الامرجنسي ميتنج، فجاه وقع مات. في حدا سممه قبل وين كنا؟ يا مهدي يا احمد. والله انا بقول انه انت يا حبيبي كنا بنلحقك فمش قادر تقتل. اول ما سبناك فسبحان الله في حدا. انا صوت طحال. كيف اول ما سبتوني؟ كيف اول ما سبتوني؟ والله شوف انت مزعج بصراحه بكل الحالات. إيخ الصراحه يعني. اوكي اخوان، هلا احنا خسرانين. خلينا نقرر حدا نطلعه. انت لا. ليش؟ انا رايي طلع احمد بس هيك. انا مش عارف، انا حاسس انه ابو شعله. انا صوت على عمر لانه عمر كلب. طلع باخر شيء. انا حاسس انه ابو شعله. يا الله شو مين؟ شق ابو شعله. ما ضلش غير ابو شعله. اسمع مهدي ابعد عن ابو شعله. مهدي ابعد عن ابو شعله. تعال ابعد. ابعد عن اخوي. انا مهدي طلع لي. انا الشرف. مهدي انا الشرف، حقتله بس خليك معي. تعال. اوكي 18 ثاني كل دور. اي تعال. طب الاكسجين حيخلص. بفوز بسرعة الأكسجين. لا قتلت مهدي. ترى مش هو. كمان قتلتني. ليش قتلت مهدي؟ حسيت كيك الذنب. ليش قتلت مهدي؟ ولك انا كنت واثق فيك يا حقير. يا الله احمد يا الله.
وشو انك عشوائي يا زلم؟ وشو انك مريض يا زلم؟ ما لك صاحب؟ حسيته كذاب حقير. ما لك صاحب انت. طيب يا جماعة اذا بدكم كمان امونج اس اكتبوا لنا في تعليق. شوفكم باي.